وصفتنا اليوم كيكة الكراميل مع جوز الهند، طالعة ترند بهالأيام. حبيبة قلبي ما حدا يصعب لك الطريقة، ممكن أي كيكة بتعرفي تعمليها اعمليها، زائد تحضير صوص الكراميل. وتاني سر، خبزة بالفرن بحمام مائي على مبدأ كيكة قدرة قادر. الكيكة رح تطلع معك رطبة جداً لأنه إلى طريقة تحضير وخبز مختلف. أول مرحلة لتحضير كيكة الكراميل وجوز الهند، كوب سكر، النار أقل من الوسط، ما بدي أحركها بالبداية أبداً ليسيح السكر بحجر معك بهدوء ليدوب السكر. المفروض نتأكد إنه السكر داب تماماً ولونه عسلي. منحضر نصف كوب مي سخنة بنفس الكاسة اللي عيرنا فيها كوب السكر. داب السكر وصار مثل العسل. هلأ بضيف المي السخنة كتير، نصف كوب بهدوء. رجاء اختاري الوعاء عميق. خففت النار، ما تخافي لو كبتل بالبداية رح يدوب، بدنا اياه يرجع يدوب بهالمي اللي ضفناها. شوفوا الكراميل شلون كبتل، داب كل الكراميل بعد ما حجر. هلأ بنرفعه عن النار وبخفة مندهن القالب نص معلقة زبدة البديل سمنة، ومنوزع الكراميل على القالب كلياته. وننتقل لتحضير الكيك. ما ضروري يكون عندك هالعجانة جود بالموجود بخلاط الكوكتيل أو على إيدك. بيض طين، رشة ملح لنفكك ذرات البيض. راح نخفق البيض طين ونضيف المنكهات، معلقة صغيرة فانيليا، معلقة كبيرة برش ليمون، البديل برش برتقال. بدنا ريحة طيبة. راح نرفع السرعة ونضيف السكر كوب، شوي شوي منضيفه وعم نخفق. بعد وضع السكر رح نخفق لمدة 5 دقايق، وشوي شوي رح تشوفي الخليط عم يبيض ويكشف لونه. بخفف السرعة وبضيف نصف كوب زيت، عم بضيفه مثل الخيط، ما بده خفق زايد لأنه بطلع معك كتيم. ضفت الزيت وعم بخفق بهدوء. خلصنا من الخفق الكهربائي. نخلت مقدار الطحين كوب وثلاث ارباع مرتين، وهي المرة الثالثة، ومنضيفه على دفعات والتخليط بالمعلقة بالسباتولا. نصيحة لله، ما تخفقي الطحين على خلاط كهربائي. عم بضيفه وبخلط بالمعلقة بهدوء. رح أخلط أول كوب. خلطنا الطحين بشكل جيد، وهلأ منضيف باقي مقدار الطحين اللي هو 3/4 الكوب، ومنحرك بالمعلقة من تحت لفوق باتجاه واحد وبدون ما نطالع المعلقة تشم الهواء. بهالتحضير مناخد نعومة زائد الرفخ. واستني صبية، بدنا نحط مكون بيعطي نعومة وطراوة. لبن 3/4 الكوب، لبن زبادي البديل حليب، بيعطي طراوة وطعم بياخد العكس. معلقة خل مع مادة اللبن، المادة الحمضية بتاخد مفعول رائع. بالأخير مقدار فنجان القهوة مي مغلية سخنة نار. وركزي صبية، رح أحطلك هالمقدار الماء بالكاسة مشان تشوفي فوران ومفعول البيكنج باودر، معلقة كبيرة. هذا معناتها صالح، وفوراً بكبته بهالطريقة وبخلط. خلص الكيك. بالنهاية معلقة كبيرة نشا تعطي نعومة للكيك وبياض وطراوة. نوزع جوز الهند، نص كوب كفي. مفروض يطوي طوي الكيك بهالشكل.
بهالشكل مشان نفرغ الهواء منه اللي دخل أثناء الصب. راح نسخن مي لأنه الخبز ده يكون بحمام مائي. منحط القالب ومنصب المي السخنة ومنحمي الفرن حرارة 180، منحط الرف في الوسط ومنعير الزمن 40 دقيقة أو 45 دقيقة. أوعك تفتحي الفرن قبل مرور نص ساعة. مجرد ما يشقر من فوق هذا دليل استواء، رح أطالعه ورجاءً مباشرةً المفروض ترفعي من المي السخنة وتحرري الحواف بالسكين وتقلبيه فوراً مشان ينزل الكراميل فوقه وجوز الهند، لأنه إذا تأخرتي بيلزق الكيك. رح نقلبه ونقول كلياتنا بسم الله. حضرت هالكيكة كرمال صبية طلبته مراراً وتكراراً. البعض رح يسألني خالي إيش رأيك بهالكيك؟ طعمه وطعم الكيك اليومي أبداً هذا رطب زيادة عن اللزوم. طيب خالي طيب، وهل يستحق الترند؟ طيب وتغيير شكل، بس ما بيستحق هالترند. لا قلك ليش، ممكن ببساطة وبدون تعقيد ممكن تحضري أي كيكة تتقني تحضيرها بمقاديرك أنتي، تخبزيها وبتطالعيها وبتحضري صوص الكراميل عواد المي، حطي حليب ومعلقة زبدة بيطلع أطيب، وبتسقيه للكيك الساخن وبعدين بترشي جوز الهند، والله رح تاخدي الأطيب. هذا رأيي بأمانة وصدق.